هذا احنا وصلنا لمهرجان الملك عبد العزيز للابل، ندخل الان من بوابة المهرجان. يا مرحبا بكم وحياكم الله. وصلنا 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 يو لا اليوم اليوم فعاليات ريو. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل الحين للمهرجان. السلام عليكم. ان شاء الله المعارض المشاركة ما شاء الله تبارك الرحمن، مكان جميل وأنيق ومرتب. من ضمن ركن المنشورات هنا طبعا منشور خاص بمشاركة الهجانة السلطانية العمانية يقدم لزوار المهرجان. شد انتباهي هذا الشاب السعودي، كيف حالك؟ الله يعافيك. أول مرة أعرف أن شخص يعمل منتج من أسنان البوش، صابون، صابون طبيعي بالقطران للإبل. ماشي. عندنا صابون، لي صابونة أسنان. أها. وعندنا صابون الحليب، طبعًا حليب الإبل معروف هو كفيتامينات، في أربع فيتامينات ألف وباء اثنين وجي مدال، وهو كفيتامينات أكثر حليب فيه فيتامينات. يا سلام. فيتامين جي، فيتامين سي 10 أضعاف فيتامين الحليب الآخر. الله. ونخلطه مع زيت زيتون عضوي بريحة الوردة الطائفية. إذا بريحة الوردة الطائفية. الله مميز. أيوة. مميز. الله يعطيك الصحة والعافية. هل عمان لو بغوا توصل لهم؟ في توصيل الآن بنصور بنز كارت. موفق، الله يسعدك يا حبيبي. وصلنا لهالمكان، طبعا هني منصة ملاك الإبل، هذا المنصة الخاصة فيهم يتابعوا المهرجان وكل حاجة من هذه المنصة. بسم الله. لقينا بالأستاذ حميد الزرعي مدير عام الهجانة السلطانية العمانية. صبحكم الله بالخير. صبحك الله يسعدك. احنا وصلتنا فيديوهات المشاركة طيبة ما شاء الله للهجانة السلطانية العمانية في هذا المهرجان. الحمد لله على الجمالة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والشباب ما قصروا، وعمان والسعودية يستاهلون، وإن شاء الله تعالى أن نؤدي هذه المهمة على خير وجه أكمله. ونشكر حضوركم. الله يسعدك. الله يسعدك. كثير. الله يسعدكم. وإن شاء الله تعالى اليوم بتشوفون الأرض على الطبيعة وتلتقون بأخوانكم وتشجعون بحضوركم. وسمعنا اليوم العازي إن شاء الله. اليوم من ضمن فقرات العازي نحن عندنا ست فقرات أو ست فنون لهذه المهمة، وكلها إن شاء الله تعالى بتؤدى من نسختين، كل فن من نسختين بإذن الله تعالى. وصلنا مع حبايبنا أخوان شمة. السلام عليكم شباب، أنا شهدكم بيضين الوجه. الله يسعدكم. الله يسعدكم. ها؟ بعدها هي الطلب خاص بي. حياكم يا شباب، حياكم. منورين منورين مبيضين الوجه. الله يسعدكم. عن هنا ايضا مشاركة الهجانة السلطانية العمانية بفن العازي من الفنون الشعبية العمانية. نسمع. ايه والمسلمين تكبر. الله. إلهي نبكي شيء عليم من شلك واكب والسحاب صبيان يكبر شيم. طبعا هذه هي التجهيزات ما قبل الدخول إلى ميدان الاستعراض. خلفي تماما العربات الكلاسيكية اللي تجرها الإبل التابعة للهجانة
السلطانية العمانية. ما شاء الله مشاركة مشرفة من الهجانة السلطانية العمانية بمختلف الفنون والفقرات اللي راح تقدم بإذن الله في هذا المهرجان. إن شاء الله الهجانة السلطانية العمانية وهذه الفقرات الكلاسيكية. السلام عليكم شباب، موفقين، الله يسعدكم، الله يسعدكم إن شاء الله. الحين ركبنا في العربة الكلاسيكية، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء جميل يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه العربات الكلاسيكية رايد سعيد الفارسي مدير دائرة الاحتفالات، الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم بإذن الله تعالى بيكون العازي بالإضافة بإذن الله تعالى. بكرة شيء عندكم أيضا إن شاء الله، فقرات مختلفة. الله يعطيكم الصحة والعافية، أنتم والشباب كلهم ما مقصرين بالوداد، الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا 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 شكرا. أنا الأخ صالح الخميس المملكة العربية السعودية متميز بفن الكتابة والرسم على الرمل، ونباك اليوم تكتب لنا شيء لأهل عمان. حياكم الله، ما عليك زود، يلا بسم الله. الحين بدأ يكتب، بسم الله بدأ يكتب. إيش بيكتب؟ نشوف. ألف لام طاء السلطان. يا سلام عليك، السلطان السلطان هيثم سلطان عمان، الله يحفظه ويسعده. ما شاء الله عليك. ما عليك زود، بيض الله وجهك، ما عليك زود، الله يسعدك يا رب. وهذا هو الاسم الآن على الرمل الطبيعة، السلطان هيثم حفظ الله، السلطان هيثم وطال الله في عمره. وهذا هو الاسم الآن على الرمل الطبيعة، السلطان هيثم حفظ الله، السلطان هيثم وطال الله في عمره. الرسام عبد العزيز الرسام المتميز رسم هذه اللوحات الجميلة، لوحات يعني رسام مميز جدا. وهنا أيضا لوحة فنية للفردية جلادة، سيف سعيد الشيباني. واو، زيدني يا حبيبي سنت. كل المعلومات ناخذها من الاستاذ سيف الرحبي، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يعطيك الصحه، الله يحفظك، ما مقصر اليوم. انا اسال الاخوان في الهجانه، اقولهم اشوف الحين فقره نوق بيض وقدامهم راعي، فقالوا هذول الراعي والراحله، فالتقييم كيف يكون؟ التقييم يكون على شكل النوق، نظافتهن، تغذيتهن، صحتهن، وأيضا على النوق، وهن يتبعن الراعي. فسبحان الله، الراعي راح يسار ينوراه، راح يمين ينوراه، فيكون النوق منظمات ومرتبات ويشوف أن الراعي ويسمع أنه هين راح يمشي وراه، فيتم تقييم الإبل على هذا الموضوع، على كل ما ذكرته، نظافتهن، شكلهن، صحتهن، وأيضا اتباعهن للراعي. شوفوا هناك، شوفوا هذا الظاهر، بس الشاشة ما واضحة، والله كنا بنوريكم ياها. الحين بيدخلن مجموعة غيرهم. شوفوا الحين هذا الراعي قدام، وكل النوق يمشي وراه، شوفوا كل النوق وراه، شوفوا وين ما يمشي الراعي النوق يتبعنا، كلهن شوفوا كلهن يتبعنا. تخيلوا من عشق أهل المملكة للإبل
أن في شخص استأجر نوق مثل اللي صورتهم الحين، استأجرهم لمدة 48 ساعة عشان بس يدخل ويشارك باسمه. تخيلوا كم دفع. عطوني رقم أنا الحين، اكتبوا في الكومنت رقم. تخيلوا كم دفع لمدة يومين؟ 20 مليون ريال سعودي. 20 مليون ريال سعودي. النوق ما ماله ولا راح يستفيد بحاجة، مجرد أن يدخل فقرة باسمه. هذا العشق للإبل ولإثبات الاسم. أستاذ حمود القنوبي صاحب موقع الشاطر، كيف صحتك؟ هذا الريال اللي قنعني الحين خلاص أنا بدخل في عالم الهجن. خلاص بيض الله. الله يسعدك يا رب. وأنت زاهي أصلاً. الله يسعدك وباك تعلمني. محتاج. مرة. محتاج. شو وأبا أسبق. محمد بو حمد، أنت رجل لك بصمة خيرية. الله يسعدك. اللي يمشي في الجانب الخيري دائما الله سبحانه وتعالى يوفقك. الله يسعدك يا رب. عالم واسع. نعم انا اشهد. كيف في سنابل الف سنة. الله يسعدك. لكن انا فخور انك معك. الله يسعدك. وبس عادي يوم عادي يوم باخذ واحده اسميها زيدني. خلاص زيدني وبعود ما اسميه زيدني، وكل حلالك زيدني. الله يسعدك. عزبه زيدني. في شركة وافي متخصصين بالأعلاف، تعطينا نبذة عن أسعار الأعلاف وأنواعها. حياك الله. لأن شركة أراسكو المنتج حقنا اسمه وافي، عندنا نوعين طول العمر. وافي هذا مخصص التسمين، وهذه مكوناته يتكون من برسيم، شعير، ذرة صفراء، كسف الصويا، كسف بذرة النخيل، وفيتامينات وملح. حلو. البروتين فيه 13، الطاقة فيه تصل كأقل شيء 2700. هذا مخصص التسمين الغنم والإبل. وعندنا منتج ثاني نفس المكونات باسم وافي تربية، بروتين أعلى 14، وفي زيادة فيتامين ألف، فيتامين هال، نحاس والزنك لزيادة الخصوبة وإدرار الحلق. هذا الليونية الواحدة 50 كيلو. نعم كلها كل. كم أسعارها عندكم؟ عندنا هنا في السعودية 55 ريال بدون ضريبة، مع الضريبة 63 ريال. 63 ريال. نعم. وموجودة بعمان. موجود في عمان الآن تقريبا لها 3 شهور أو 4 شهور موجود. ما شاء الله. تقريبا السعر بعمان عندك فكرة؟ ما يحضرني الآن، بس ممكن أزود لك إياه إن شاء الله. عمان طبعاً يقولكم ينباع من 6 ريالات و500 بيسة إلى 7 ريال. بتحصلونه مع سالم، مع سالم فاخر في مع سالم الهاشمي، شركة فاخر الكامل. الظاهر أنها في ولاية كامل ووافي، فتواصلوا معهم. إهداء خاص من المملكة العربية السعودية للغالية وطن. وطن المخيني. الله 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 الله. الآن إجا دور مشاركة الحجانة السلطانية العمانية، وراح الآن تبتدي الفقرات المقدمة من الهجانة. تابع. يا حافظ يا حافظ يا حافظ على عمان.
عن معلومة أن عمان هي الدولة العربية الوحيدة اللي تستخدم العربات اللي أنتوا تشاهدونها حاليا. سلام يا عمان، سلام يا عمان، سلام يا عمان، سلام يا عمان، سلام يا عمان. الآن المشاركين يقدمون التحية لضيوف الشرف، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، وأعلام علم سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. الآن فن العازي العماني، اسمع. الله أكبر. وطاب صبيان يا كبار الشيب، هواب جينا ملبين الطلب ومشاركين في الطلب، ويا مرحبا بكل العرب جينا وبصدور نرحب، صبيان يا كبار الشيب. مولاي بمره ماشيين، سلطاننا ومره مجاب، صبيان يا كبار الشيب. محمد فعل عمان كفو، هواب نطلب من الله الودود، في الركوع وفي السجود هواب. يلا عسى غيث نهميل على المملكة دايم مطيل، وتشرب وكل وادي يزيد ويسقي البيافي والهضاب، صبيان يا كبار الشيب. كفو على الشباب، كفو على عيال هذم، بارك الله فيكم، كفو كفو الهجان السلطانية العمانية، هذول هم شباب الهجان السلطانية العمانية. كفو 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 كفو. مشاركة مشرفة من الهجان السلطانية العمانية من سلطنة عمان. طبعا الهجانة السلطانية العمانية ما اكتفت بأنها تقدم عروض استعراضية مختلفة في ميدان الاحتفال، وإنما عملوا معرض مصاحب للهجانة السلطانية العمانية. تعالوا ندخل ونشاهد هذا المعرض، ولكن ها دخلتنا بتكون بطريقة مختلفة. تابعوا هني معرض عاملين لأنواع الإبل اللي موجودة عندهم. على سبيل المثال هذه البيضة يسمونها الوضح، ها، وأذي شوية أدكن من البيضة يسمونها الشقح، ها، وأذي ياي يوب اللي عندنا، هذي أشوف اليوب اللي عندنا هذي يسمونها الشعل، وأذي الحمر، ها هذا شوفوا الحمر، وأذي شوية ياي سودة، هذي سودة شوية سماية الصفر، وذي عاد لونها مرة أسود سماية المجاهيم. شوف ما شاء الله، بس الإضاءة الشمس هذه إذا باينة عندكم. والله أنت يا أحلى وحدة فيهم، أنت حلوة ما شاء الله، لا تقربي من هذه، هذه أي شوية غير، أنت غاوية
يوالله لا جاب لي عمرك جاب لي عمرك يا وضحة جاب لي عمرك يا وضحة ما شاء الله صليت بك على النبي يا وضحة منذ بداية السباقات وكأس حضرة صاحب جلالة فإنه لله الحمد إحنا احتفظنا على الرغم من المشاركات والمنافسات الكبيرة احتفظنا ولله الحمد بكأس الحوت في كل المواسم السابقة منذ البداية منذ بداية التأسيس وإلى اللحظة ولله الحمد كأس الحوت دائما في قبضة الهجان السلطانية بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهذا أحد النماذج لسنة طبعاً هاي كأس الحول لسنة 2011 هنا أيضاً من ضمن المحطات اللي تقيمها لجان نعم هذه اللوحات تمثل العرض وهي إحدى المحطات اللي تقيمها الهجانة السلطانية طبعاً العرضة تراث عماني أصيل وضارب في القدم وهو أساساً هو أصل كل السباقات هذه صورة الهبل المصاحب للعرض هنا طبعا هذه الصورة الجميلة للانطلاقة دائما انطلاقة العرضة فيها من الإثارة وفيها من الجمال الشيء الكثير عندك عقب العرضة التقليدي بحسب السمت العماني الأصيل النوك الباطنية الأصيلة الركبية بكامل زينتهم العمانية بالخناجر واللباس العماني الأصيل وكذلك بالنسبة لزانة العرضة التقليدية المتعارف عليها هنا كأس حضرة صاحب الجلالة سنة 2012 أيضا كان من نصيب الهجانة السلطانية أنشطة لقيمة الهجانة السلطانية أيضا مسابقة المحالبة احنا نقيمها في ولاية ثمريت في المنطقة الجنوبية طبعا هناك أكثر من نوع للهجن والإبل في ثمريت العمانيات الأصائل المجاهيم وفئة الضرائب هنا أيضا كأس حضرة الجلالة اللي شوط الحول 2013 طبيعة الحال إحنا ما جبنا كل الكؤوس كثيرة جدا ولله الحمد رموز كثيرة ولله الحمد لكن جبنا مقتطفات تبين أعطيكم الصحة والعافية هذه مسابقة المزاينة أيضا للعمانيات الأصائل لفئة المجاهيل وهذه أيضا في صورة من صور هذه الكاس هذا كاس حضرة صاحب الجلالة لفئة الحول للعام 2017
هني طبعا في معرض يبين لكم زانة السباق. هذه الزانة اللي توضع على ظهر الناقة للسباق، وهذه زانة العرضة. شوفوا هذه زانة العرضة بهذا الشكل اللي تشوفوه. طبعا هنا ايضا يبين لكم الخنجر العماني الاصيل، وهني مجموعة عروض لفعاليات مختلفة. شاعرة هلال الحمدانية وقصيدة للمملكة العربية السعودية. من دار هيبة ووقار الدار عز وشموخ، يوم الصقور الحرار تنصى الصقور الحرار، يضرب به الوصف تاريخ المرسخ رسوخ، حب العماني السعودي من وحنا صغار، حب العماني السعودي من وحنا صغار. سلامتكم. صح لسانك. مرحبا وسهلا، حياك الله، نورت. ومني مع شهادة الجميع مع راعي النواميس من أفضل مضمري السلطنة عبد الله بن طويرش. عليك زود. كيف حالك؟ الله يحفظك. عساك مرتاح؟ يا مرحبا وسهلا. واليوم أيضا مشارك في مشاركين في المهرجان. والله الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم الصحة والعافية. رحبك على. وحنا دائما نقول بإذن الله للسلطنة دائما فالها الناموس. امين ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. ناموس السلطنه طعامك بوجود خوان شمه وجود الحجان السلطانيه اللي بسلطة عمان، بيض الله وجههم، بيض الله وجه المدير العام احمد الزرعي وخوان شمه جميعا، ما قصروا ترتيبهم وعلوهم الطيبه. الله يسعدك يا رب. هذا هم اللي شرف السلطنه، هذا برك الساعات. واما حنطعم لك في الركض موجودين اخواننا مضمرين اللي احسن منا حمام بعد المضمرين، ولكن اتمنى التوفيق. ما عليكم زود، ما عليكم زود كلكم. الله يسعدك. اشكرك اخوي محمد، بيض الله وجهك على تواجدك، واشكرك على طعمك تغطيتك اليوم على صغير وكبير عند الحجان السلطانية. يستاهلون. وعندك كل العماني جاي هني مشارك. تستاهلوا. والدور لكم ان شاء الله. بيض الله باذن الله. باذن الله. يبرك سعادة. يلا. اشوف كيف قال. رجع مدير. ها. قول يا مرحبا وحي المشاهير. في المملكة يونا من عمان. ما. محمد المخيني ابو حمد غير في كل الدول معروف والاوطان. نعم. الله يسعدك. محمد المخيني ابو حمد غير. عليك زود. كل الدول معروف والاوطان، ومبارك معك من وين ما تسير، نعم الرجل له قدر وشان. في كل موقف دوره كبير معروف عنه في كل ميدان. ميدان. في كل موقف دوره كبير معروف عنه في كل ميدان. والدرعي له معزه وتقدير. ونعم. له سمعته. ونعم. مع كل عربان مشهور ويحب المشاوير، له منزله وله دوم عنوان. عنوان. صح لسانك. والدرعي له معزه وتقدير، له سمعته مع كل عربان مشهور ويحب المشاوير، وله منزله وله دوم عنوان. وسالم طوير الشرف يصير بشوفته الكل فرحان. وحي بن طوير الشرف يسير وبشوفته الكل فرحان، سلام عد ما غرد الطير وعداد منزلين هل ذنان، الكم تحية كالتوابير تفوح عطر ومسك وريحان. صح لسانك بن مداد. صح لسانك. صح لسانك. صح. احنا طالعين وصلنا لمنطقة جميلة حبيناها اسمها الثمامة. هذه المنطقة كله يركبوا فيها دراجات والناس تخيم وينبسطون وفيها رمول، فالحين قلنا بنخوض التجربة شوية. الله يسعدكم يا شباب. شباب هني ما شاء الله. ايش حالك؟ الله يا رب. كيف صحتك؟ هذا ايش فيهم؟ هذا يا طويل العمر عندك نكهات مشروبات. نكهات مشروبات. ايه؟ كله شاي. ها؟ كله شاي. شاي بالنكهات. ايه؟ وانا اكل ايش فيه؟ اكل جنوبي. اكل جنوبي. الله الله. يا سلام عليكم. يا سلام عليكم. نفتح نشوف شوي. ايه؟ هذه عريكة. عريكة. الله الله. عريكة. يا سلام. هذا الأكل الجنوبي في المملكة. ها. وهذه جريش. جريش. يا سلام. الله أكلاتهم الحلوة. هذا مرقوق. مرقوق. يا سلام. هذا شو هذه؟ هذا الخبز. هذا هذا الحين تعملوه. ها. الله الله. بالفرن هذا. آه شاء الله. شوفوا بهذا الفرن يحطوا الخبز هنا على طرف ويسوونها فرش. شوفوا ما شاء الله. وكم دقيقة يبالها؟ ما شاء الله 3-4 دقائق تكون جاهزة. طلبنا شاي على الفحم. يا سلام. بس بس كفاية. أنك كفو. بيض الله وجهك. بوس هذا إيش؟ بليلة. ما في بليلة. بليلة. نو دنجو. لا سبيك سبيك دنجو. ما في ما أدري أنا. لا ما في بليلة دنجو. يلا جيب واحد. جيب واحد دنجو. ها؟ وش اسم؟
بليلة. لا اذا يقول له خبر دنقو انا اشيل. ايش اسم دنقو؟ كيف انا ما في ماله دنقو وما نخبر دنقو. انت كلم دنقو انا كلم دنقو. يلا دنقو جيب دنقو. هاي واحد دنقو. شوف الدنقو ماله كيف يسوونه. يلا خلينا نشوف. هذه البليلة يسمونها البليلة عندهم. هذا حمص. ها حمص. ايوه حمص هي. بس اسم ايش سعودية؟ بليلة. بليلة سووا لها الخلطات ومامي دنقو. ايوه. وش نيم؟ دنقو. وهذول الناس كلهم يأجرون الجنريتر. اي واحد يبى جنريتر يبى مال ماي دراجات ما دراجات كلها هني موجودة. دراجات. السلام عليكم. اها انا على بالي هذول جنريتر. هذول طلعوا اللي ينسموا الهواء. الناس اللي بيطلعون رمول ايون هني ينسموا الهواء مال سيارته. وانت جالس لنا جنريتر جنريتر. لا ممكن انا تقدر مال هواء. عجبتني الاجواء عندهم مميزه جدا وكانك في رمال ابديه في عمان. ولكن هني الفرق ان ثلج برد برد برد. ما شاء الله. السلام عليكم. الله يسعدكم ويحفظكم واجواءكم طيبه ما شاء الله. هذه المنطقه شو اسمها؟ هذه الثمامه. الثمامه. طبعا الناس كلها تيجي هنا تخيم. نعم نعم. بر ويطلعون سيايير ودراجات. هذا منتزه الرياض. منتزه الرياض. الرياض. نعم. كل اللي بالرياض يجون الله هني. نعم. الله يسعدكم ويحفظكم. الله يحفظكم يا رب. وبنعيش الاجواء شويه عندكم اليوم. شرفت. الله يسعدكم يا رب. ها ابن الدبابات. نعم يا حي يا حي بالشباب. حياكم الله. يا حي يا حي بعيال سلمان. حي بن معزب. السلام عليكم. حي بن معزب. حي بن معزب. ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كلهم يقولوا انك انت المعزب. حياك الله. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. الله يحفظك. واجواكم طيبه ما شاء الله. الله يسعدكم. الله يسعدكم. الله يسعدكم. القعدة والنار والمكان الطيب. تحية كبيرة الراعي هالشرب الطيب هذا. يا سلامي عليكم يا السعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال. يا السعودي نحيي روحك الحية اشهد انك اصيل وطيب الهب هب 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 هب. حي الله باهل السعودية. حي الله باهل السعودية. اسمع خلادك تي تلعب بس بشرط شويش معلب وايد وتكسر. حاضرين. اوكي حاضرين. اذا لعبت وايد باكر ومشي لك الالعاب ان شاء الله بابا. اوكي يلا جدول اليوم. جدول جدول برد 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 برد. جدول اليوم. جدول يناديك. بابا يناديك. مفلح مشكور يا اخي. العفو. جزاكم الله خير. شرفنا فيكم شباب. الله يسعدكم يا رب. مفلح مشكور يا اخي. العفو. احنا نشكر عاشق البداوة على هالضيافة الطيبة. بيض الله وجهك. واحنا نسأل كل من يجي هالمكان يجي عندك وبنحط حسابك. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. بيض الله وجهكم. 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 بيض الله وجهكم.